يقول: في البلدة التي أسكن فيها الكثير من الناس يزورون الأولياء والأضرحة، فهل هذه الزيارات صحيحة أم لا؟ وعندما ينتقل الإنسان إلى رحمة الله وبعد دفنه، تخرج النساء بعد وفاته ب15 يوما، وهي عادة، وكذلك إقامة المآتم لمدة أسبوع، هل هذا يجوز؟ كل هذه أمور لا تجوز، وهي من البدع أو من الشرك. فزيارة الأضرحة وقبور الأولياء من أجل التبرك بهم أو دعائهم والاستغاثة بهم، طلب الحاجات منهم، هذه زيارة شركية، وفاعل هذا مشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه دعا غير الله، استغاث بغير الله، وصرف شيئا من أعظم أنواع العبادة لغير الله، وذلك هو الشرك الأكبر. وإن درج على هذا واعتاده كثير من المنتسبين إلى الإسلام، فإن هذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة والعياذ بالله. أما زيارة القبور من أجل الاتعاظ والاعتبار والدعاء لأموات المسلمين، هذه زيارة شرعية وفيها أجر وثواب ونفع للحي والميت، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وأما خروج النساء على الوصف الذي ذكره السائل أنهن يخرجن ويزرن القبر، فهذا بدعة ومحرم شديد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن يقتضي أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للنساء زيارة القبور في أي يوم من الأيام، واعتياد ذلك وترتيبه كما يقول السائل كله من البدع المحدثة والمحرمات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت المرأة نفع الميت فإنها تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، تحج وتعتمر عنه. هذا الذي ورد في الأدلة أنه يفعل عن الميت وينتفع به الميت. أما زيارتها له فإنها محرمة ومعصية لله ولرسوله، وهي آثمة في ذلك غير مأجورة. وأما إقامة المآتم فهي محرمة وبدعة شنيعة، لأن فيها من المحاذير الشيء الكثير، قد يكون فيها النياحة، قد يكون فيها إظهار الجزع على الميت، ويكون فيها إنفاق للأموال في غير محلها إلى غير ذلك. إقامة المآتم لا تجوز في الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ.